السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل بروبلم اس بي ا subsequence اوف اي من على كود فورسز، وهسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طيب مبدئيا لازم نكون عارفين يعني ايه subsequence. فsubsequence هو sequence مكون من sequence تاني، ممكن نحذف اي عناصر من السيكونس الاول عادي، بس اهم حاجه نحافظ على الترتيب. تمام، يعني مثلا هنا عندنا sequence الاولاني وليكن 1 4 7، السيكونس تاني اللي هو بي 1 7. لو تلاحظ هنا محافظين على الترتيب وحذفنا عنصر الأربعة، فيبقى عادي جدا دوت سب سيكونس. طيب لو جينا بصينا على الإكزامبل التاني هنلاقي إن الأربعة تمام موجودة، الخمسة موجودة، السبعة موجودة، وهو كده ماشي بالترتيب، لكن هنا هيضطر يرجع عشان ياخد الاتنين، وبالتالي هو نوت سب سيكونس. تمام، هنا first line contains two numbers n و m، دولت السايز بتاع الأري A و B. وفي السطرين اللي تحت هيبتدي يحط قيم التو اريز. هو عايزنا تشيك هل الاري بي is subsequence of array A ولا لا. فلو هو subsequence هطلع له yes، لو not subsequence هطلع له no. طيب عايزين بقى نفكر في الالجوريزم اللي المفروض نمشي بيه عشان نقدر نكتب الكود. دلوقتي انا عندي تو اريز، اري A مثلا 1 4 7 واري B 1 7. دلوقتي انا عملت ايه عشان اقدر اقول له هل array B is a subsequence of array A ولا لا. انا كل اللي انا عملته اني مشيت على اول عنصر من عناصر الاري B اللي انا عايز اتشيك اصلا عليه، ودورت على القيمة ديت جوه الاري A. اول ما لقيتها جوه الاري A هبتدي اوقف البحث على اول عنصر، لان انا خلاص لقيته، وابتدي اشيله بقى من عناصر الاري A. لازم اشيله عشان ما ادورش عليه تاني. تمام، طيب بعد كده هبتدي اكمل من عند اخر عنصر انا وقفت عنده. انا وقفت هنا عند الواحد، يبقى هكمل من بعديه بالمنظر ده. هنا هدور على الرقم السبعة، فاول ما الاقيه خلاص همسحه. كده انا لقيت كل عناصر الاري بي جوه عناصر الاري ايه، والاوردر موجود، يبقى دوت كده سبسيكونس. طيب دلوقتي لو جينا بصينا على الاكزامبل التاني دوت، انا دلوقتي هبحث على رقم الاربعة وهو اول عنصر من عناصر الاري بي، هبحث جوه الاري ايه، فلقيته هنا في المكان ده. تمام، فهبتدي اشطبه، خلاص انا لقيته، وهبتدي اكمل السيرش بتاعي من بعد الاربعة. تمام، هخش على الخمسة، انا قلت هسيرش من بعد الاربعة مش هرجع تاني من الاول. طيب الخمسة لقيتها هنا بالمنظر ده، هبتدي اشطبها، لقيتها خلاص، فهبتدي اسيرش من بعد الخمسة، مش عايز ارجع تاني للاربعة، هبتدي اسيرش من بعد الخمسة علشان احافظ على الاوردر بتاعي. طيب السبعة لقيتها هنا، بس مفيش عناصر تانية اقدر اسيرش من بعديها، وهنا هيتبقى عنصر الاتنين، صح كده؟ فيبقى كده دوت نوت سبسيكونس. تمام، طيب عايزين بقى نعمل implementation للكلام ده. تمام، خلونا الاول نشوف الانبوت بتاع البروبلم. first line contains two numbers n و m، والرينج بتاعهم من 1 لحد 10 باور 4، ودولت بيعبروا عن السايز اوف اريز A و B. second line بقى contain ال N numbers وال M numbers اللي هم عناصر الاري A وعناصر الاري B، والاتنين الرينج بتاعهم من 1 ل 10 باور 9. تمام، طيب عايزين بقى نكتب الكود. مبدئيا انا هقول له int ال N وال M و cn ال N وال M، وهبتدي اعرف التو اريز بتوعي. هو كان مديني الرينج بتاعهم من 1 ل 10 باور 9، فاستخدم داتا تايب لونج لونج. بالمنظر ده، وانا السايز هنا حطيته على اساس السايز بتاع ال N وال M. تمام، طيب عامله تو اريز دول، اللوب التاني عشان انا الاري التاني. تمام، انا كده دلوقتي مليت التو اريز. هبتدي بقى اعمل حاجه علشان اقدر اتشيك هل البي سبسيكونس اوف ايه ولا لا. طب لو رجعنا بس للوايت بورد تاني،
انا هنا ممكن اقدر اعمل ايه علشان اقدر اتشيك على حاجه زي كده؟ لو جينا مثلا بصينا هنا على الاكزامبل تاني، ان انا هشوف اول عنصر من عناصر الاري بي وهدور عليه جوه الاري اي. لو لقيته انا ممكن هنا اعمل كاونتر بيعدلي عدد العناصر اللي انا لقيتها جوه الاري اي وبتساوي الاري بي. تمام، لو الكاونتر دوت في الاخر طلع السايز بتاعه نفس السايز بتاع الاري بي يبقى دوت كده سب سيكونس. طيب لو طلع اقل يبقى دوت كده نوت سب سيكونس. فهنا انا لقيت عنصر من عناصر الاري بي جوه عناصر الاري اي، فهقول له ان الكاونتر كده بواحد. طيب انا جيت بصيت على السبعة لقيت السبعة هنا، فيبقى كده اذا هنزود الكاونتر بقى باتنين، وبالتالي السايز بتاع الكاونتر هو السايز بتاع الاري بي، وبالتالي هو كده سب سيكونس. طب لو جينا بصينا على الاكزامبل التاني، انا هنا لقيت الاربعة تمام، يبقى كده الكاونتر بقى بواحد. لقيت الخمسة يبقى كده الكاونتر بقى باتنين. لقيت السبعة يبقى كده الكاونتر بقى بتلاتة. بس الاتنين مش لاقيها لان انا بدور بالاوردر. تمام، فهنا الكاونتر بقى بتلاتة بس مش باربعة. تمام، الاربعة هو السايز بتاع الاري بي، وبالتالي كده عرفنا ان البي نوت سبسيكونس اوف الاي. طيب عايزين بقى نكتب حاجة زي كده، احنا ممكن نعرف كاونتر انت كاونتر ايكوال زيرو. تمام، دلوقتي بقى انا محتاج امشي على التو اريس وادور على كل عنصر من عناصر الاري بي جوه عناصر الاري اي، فامشي على فور لوب. الفور لوب ديت بتلف على كل عناصر الاري بي، خد السايز بتاع البي اللي هو الام والاي بلس بلس، وهبتدي امشي على عناصر الاري اي. بس ملحوظه انا هنا اعرف الكاونتر بتاع اللوب اللي بتمر على عناصر الاري اي بره ونعرف ايه دلوقتي، وهنا بس اقول له يبدا من الجي اللي هو بزيرو، والجي اقل من الان والجي بلس بلس. انا دلوقتي هبتدي اقول له لو البي اوف الاي ايكوال ايكوال الاي اوف الجي يبقى الكاونتر بلس بلس، وخلاص انا مش محتاج اكمل في اللوب دي وهبريك على كده. تمام، يبقى انا كده لقيت اول عنصر ومش محتاج ان انا اسريش على في باقي الاري 1. تمام، طيب لو انا لقيت العنصر خلاص انا قلت له كاونتر بلس بلس وعامل بريك. طب لو ما لقيتش بقى العنصر دوت، فانا هنا لازم اعمل بوليان وليكن هسميه اتش. الاتش دوت ديفولتس، وانا عايزه اول ما يلاقي العنصر يبقى يخلي الاتش ده بترو، عشان لو ما لقاهوش انا عايز يخرج من التو لوبس مع بعضهم ويقفل اللوب خالص، لان هو ما لقاش عنصر واحد بس من عناصر الاري بي جوه عناصر الاري اي. هنا بقى ابتدي اعمل اف كونديشن ان الاتش ايكوال ايكوال ترو، وهنا بقى نعرف انا ليه عرفت الجي بره مش جوه. طيب لو انا كنت معرف الجي جوه بزيرو، فكانت كل مره قيمه الاي هتتغير كنا نرجع تاني للجي بزيرو، بس انا مش عايز ارجع تاني للجي بزيرو، انا عايز ارجع من عند اخر عنصر انا وقفت عنده. فانا هنا هقول له الجي بلس ايكوال 1. اللي انا عملته دوت ان انا مش هرجع تاني للصفر، انا كده هبتدي امر على العنصر اللي بعد اخر عنصر انا وقفت عنده في الاري اي. تمام، إلس يعني لو ما لقيناش عنصر واحد بس من عناصر الاري بي جوه عناصر الاري اي، فكده معناها ان الاتش مش هتتغير، الاتش هتفضل بفولس. فلو الاتش بفولس انا عايزه يبريك من اللوب ويطلع هنا بقى يتشيك if ان الكاونتر بيكوال ايكوال الام اللي هو السايز بتاع الاري بي يبقى سي اوت يس، إلس يبقى سي اوت نو. تمام، طيب خلونا نجرب الكود ده، ناخد اول سامبل المفروض هنا يطلع يس. تمام، ناخد تاني سامبل المفروض يطلع نو. تمام، خلونا بقى نعمل سبميت للكلام ده. تمام، الكود اكسبتد، شكرا جدا.